أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الصورة صورة الكهف مكية، أي نزلت بمكة، والمكيات من الصور يعالجن العقيدة، ومن أعظم أركانها التوحيد والنبوة والبعث الآخر. تأملوا يفتح الله عليكم. القرآن به 114 صورة، بعضها مكي وبعضها مدني. المكي نزل الوحي به في مكة قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، والمدني نزل بالمدينة والرسول فيها صلى الله عليه وسلم. فلو تتبعت المكيات تقرأها تجدها تدعو إلى إيجاد عقيدة صحيحة سليمة في قلب العبد، وبذلك يحيى ويكون إنسانا حيا، يسمع ويعطي ويأخذ لحياته. ثم تقرر النبوة المحمدية وهو أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إثبات الرسالة يمكننا من أن نعبد الله على الوجه الذي يرضيه عنا، فلا بد من نبي ورسول، فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبعث الآخر، الحياة الثانية، الدار الآخر، الساعة، هذا ركن من أركان العقيدة من أهم أركانها. أيما عبد لا يؤمن بالدار الآخرة ولا بما يجري فيها ولا بما يتم فيها من جزاء بالخير أو الغير، لا يستطيع أن يستقيم على منهج الحق أبدا، ما يقدر على أن يستقيم، فينهض بالواجبات ويتخلى عن المحرمات. فلا بد وأن يكون قد اعتقد أنه بعد الموت يبعث ويسأل ويجزى،
ومن ثم يستقيم، فلا يهمل ما أوجب الله ولا يفعل ما حرم الله. ونحن مع هذه الآيات المباركة تقدم لنا أن عرفنا أن المشركين وعلى رأسهم عقبة بن أبي معيط وأبو جهل وأمية بن خلف بعثوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له في مكة: إن كنت تريد أن نجالسك ونسمع عنك ونرى، أبعد عنك هؤلاء الفقراء وسخ الثياب، الظاهر عليهم هكذا أنهم ليسوا أهلا لمجالس الأشراف والسادة، يريدون بلالا وعمارا وصهيبا وما إلى ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم عصمه الله وقال: واصبر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي لا يريدون إلا وجهه. فرفض ذلك العرض الذي قدم له، رفض أن يطرد المؤمنين من حوله ليجلس الكافرون أغنياء وسادة وأشراف. هذا تم بالفعل. والآن يضرب الله تعالى لذلك مثلا، فنصف المثل الليلة ندرسه إن شاء الله، والنصف الآخر في الليلة المقبلة إن شاء الله، فاسمعوا. قال تعالى: واضرب لهم مثلا. يا رسولنا اضرب لهؤلاء المشركين الكافرين المكذبين بالبعث والجزاء المطالبين بأن تطرد المؤمنين من حولك، قل لهم واضرب لهم مثلا. والمثل الصيفة والصورة يتضح بها المعنى. قال: مثلا رجلين، مؤمن وكافر، رجلين مؤمنا وكافرا، جعلنا لأحدهما الذي هو الكافر، جعلنا لأحدهما جنتين بستانين. وصف البستانين قال: جنتين من أعناب. البستانين من العنب، شجر الكرم العنب، وحففناهما بنخل. وهذه لطيفة قرآنية لو تطبق. إذا أردت أن تنشئ مزرعة بستان، القرآن بيّن لك الطريق. ما لا تفعل في الوسط العنب، شجر العنب الكرم، وحف ذلك بالنخيل، فالنخيل تدور شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، والعنب في وسطها، وبين النخيل زرع من أنواع الزروع. واسمع ما قال تعالى: جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما، أحطنا بهما بنخل، وجعلنا بينهما زرعا، بين النخيل والعنب زرع بر أو شعير أو قمح وما إلى ذلك. ثم قال تعالى: كلتا الجنتين، أي كل واحدة من البستانين أتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، ما نقصت شيئا. كلتا الجنتين، كل واحدة من البستانين أتت أكلها، أكلها قراءتان، ولم تظلم منه شيئا، ما نقصت ولا بخصت شيئا، أتت بكل ما هو مطلوب منها. وفجرنا خلالهما نهرا، فجرنا خلال البستانين نهرا من الماء الجاري لسق الزروع وسق الشجر والنخيل، وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا،
وفجرنا خلالهما أي وسطهما نهرا. ثانيا وكان له ثمر قراءة سبعية وثمر قراءة كذلك سبعية. الثمر الأموال على اختلاف أنواعها والثمر كذلك المال أثمرته تلك البساتين. وجعلنا خلالهما نعم وكان له ثمر فقال لصاحبه المؤمن الآن كافر المكذب بالبعث والجزاء المكذب بالبعث بالنبوة المحمدية من أجماعة أبي جهل ماذا قال؟ قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال هذا وهو يحاوره أن يجادله ويخاصمه ويكلمه. والحال أنه يحاور صاحبه ماذا قال له؟ قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أي مالي أكثر من مالك أيها المؤمن وأعز نفرا قبيلة رجالها إذا نفرنا نفروا معنا من رجالات القبيلة. وأنت ما عندك لا مال ولا رجال كشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم نزولها لا مال ولا رجال. ودخل جنته دخل ذلك الكافر المشرك بستانه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. والحال أنه ظالم لنفسه سبق أن عرف المستمعون والمستمعات ظلم النفس كيف يكون. ظلم النفس هو والعياذ بالله تعالى الكفر والشرك والذنوب والمعاصي. فالنفس يجب أن لا تظلمها لا تصب عليها أطنان الذنوب والآثام من الكفر والشرك وكبير الذنب والآثام. الظالم لنفسه ذاك الذي يخبثها ويلوثها بمادة الشرك والكفر والفسق والفجور فهو ظالم لنفسه. والنفس مظلومة كانت نقية طاهرة كهذا النور تصبح مظلمة منتنة عفنة بآثار الذنوب والمعاصي. فالله تعالى يقول ودخل جنته هذا الكافر دخل بستانه والحال أنه ظالم لنفسه أي بالشرك والكفر وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. دخل البستان وما فيه فقال ما أظن هذا النعيم يزول أبدا ما أظن أن تبيد هذه أبدا. تبجح بالكلام والتكبر والتعالي ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ثانيا وما أظن الساعة قائمة وما أظن الساعة التي يأمرنا بها ويبلغنا رسول الله عنها ما أظنها تقوم أبدا ولا توجد. هذا الكافر المشرك هذا الملحد يقول وما أظن الساعة قائمة وعلى فرض ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. وإن فرضنا أن هناك عودة إلى حياة أخرى فأكون أجد مثل هذا أو خير منه. وهذا هو ماذا نقول في هذا الوصف؟ التكبر يحمل على هذا التبجح والكذب. اسمع ما يقول لذلك المؤمن الذي يحاوره يقول وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي أي رجعت لأجدن خيرا منها منقلبا. فهو لا يوم بالبعث والدار الآخرة لكن يقول على فرض إن كان كما تقول أنت صحيح في بعث حياة ثانية أنا أجد عندي أكثر من هذا خير مما أعطاني الآن. والآن الكلمة للمؤمن للعبد الصالح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له صاحبه وهو يحاوره أي يجادله ويكلمه ماذا قال له؟
أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ قوله خلقك من تراب أي خلق أباك آدم من تراب وأنت من نطفة مني الرجال والنساء، كيف تكفر بالله وأنت مخلوق له وهو خالقك؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة، من تراب أي من تراب بالنسبة إلى آدم، ثم من نطفة بالنسبة إليك أنت، ثم سواك وصنعك وأوجدك رجلا على هذه الصورة. هذا الاستفهام للتأديب والتأنيب. أكفرت بالذي خلقك من تراب فأشركت به وعبدت معه غيره وجحدت رسالة نبيه؟ ثم أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ هذا كلام المؤمن الموحد. وأخيرا قال له لكن هو الله ربي، أما أنا أقول الله ربي ولا أشرك به أحدا. بالنسبة إلي أنا أقول لكن أقول الله ربي ولا أشرك به أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. هذه كلمات الرجل المؤمن. مرة ثانية أعيد الآيات وتأملوا. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، نعم البستانان. كلتا الجنتين أعطت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي أثمرت الثمار اللازم بلا نقص ولا شيء. وفجرنا خلالهما خلال البستانين نهرا يسقي به الزرع النخل، وكان له ثمر. فقال لصاحبه المؤمن الموحد وهو يحاوره ويجادله، قال له أنا أكثر منك مالا ولا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وأنت لا مال لك ولا رجال يحمونك أو يقفون إلى جنبك، أما أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا كما كان المشركون يقولون في مكة. قال تعالى ودخل جنته، هذا الكافر هذا المشرك هذا الأعمى البصير دخل جنته والحال أنه ظالم لنفسه بالكفر والشرك لطخها بالذنوب والآثام، قال ما أظن أن تبيد هذه، ما أظن أن هذه المزارع وهذه النخيل تبيد وتفنى، وما أظن الساعة التي يقولون عنها قائمة، وما أظن الساعة قائمة أي ساعة البعث والجزاء للحساب يوم القيامة. هذا كلامه. وعلى فرض ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، إن صح أننا نعود من حياة جديدة ونعود إلى الله ربي يعطيني أكثر مما أعطاني الآن، وهذا تبجح باطل وكلام سافل لا قيمة له. هذا شأن العميان الذين لا بصيرة لهم، وهو يحاج رسول الله ويجادله. قال له صاحبه المؤمن الموحد وهو يحاوره ماذا قال له؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، كيف تكفر بربك وخالقك؟ خلق آدم من طين وخلقك أنت من نطفة مني من مني الرجال والنساء، ثم سواك صنعك أعدك أن تكون رجلا بهذه الصورة، أما أنا
يا كافر يا مشرك أنا، لكن أنا هو الله ربي ولا أشرك به أحدا. أما أنا فهو الله ربي ولا أشرك به أحدا. إليكم شرح الآيات من الكتاب. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: واضرب لأولئك المشركين المتكبرين الذين اقترحوا عليك أن تطرد الفقراء المؤمنين من حولك حتى يجلسوا إليك ويسمعوا منك. اضرب لهم أي اجعل لهم مثلا رجلين مؤمنا وكافر، جعلنا لأحدهما وهو الكافر جنتين من أعناب وحففناهما بنخل، أي أحطناهما بنخل وجعلنا بينهما أي بين الكروم والنخيل زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا، لم تنقص منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا ليسقيهما، وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره، أي في الكلام يراجعه ويفاخره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي عشيرة ورهطا. قال هذا فخرا وتعاظما، ودخل معه ودخل جنته والحال أنه ظالم لنفسه بالكفر والكبر. وقال: ما أظن أن تبيد هذه، يشير إلى جنته أبدا، أي لا تفنى. وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت أي إلى ربي كما تقول أنت لأجدن خيرا منها منقلبا، أي من جنتي، أي من منقلبا أي مرجعا إن قامت الساعة كما تقول، وبعث الناس وبعث معهم. هذا القول من هذا الرجل هو ما يسمى بالغرور، الغرور النفسي الذي يصاب به أهل الشرك والكفر. وهذا قال، وهنا قال له صاحبه المسلم وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب وهو الله عز وجل، حيث خلق أباك آدم من تراب ثم من علقة، أي ثم خلقك أنت من نطفة أي من مني، ثم سواك رجلا. وهذا توبيخ من المؤمن للكافر المغرور المعاند. ثم قال له: لكن هو الله ربي، أي لكن أنا أقول هو الله ربي ولا أشرك به أحدا من خلقه في عبادته، ولا أشرك به أحدا من خلقه في عبادته. هذا الحوار يتم إن شاء الله غدا بإذن الله. اقرأ. من هداية الآيات: أولا، استحسان ضرب الأمثال للوصول بالمعاني الخفية إلى الأذهان. استحسان ضرب الأمثال لأهل العلم والبصيرة ومن يجادلون الهابطين، يحسن بهم أن يضربوا لهم المثل حتى يتضح لهم الواقع الحال. ضرب الأمثال مستحسن، وكيف والله ضربه، فلا بأس أن تضرب لأخيك مثلا حتى تقنعه وحتى تضع يدك على المطلوب مما تريد، والآية دليل على ذلك. نعم. ثانيا، بيان صورة مثالية لغرس بساتين النخل والكروم. بيان صورة فلاحية مثالية لمن أراد أن يزرع النخل والكرم. صورة واضحة، النخيل تحوط بها شمالا شرقا غربا جنوبا، والوسط العنب، والزرع بينها. صورة في القرآن. أعيدها. بيان صورة مثالية، صورة مثالية لغرس بساتين النخل والكروم. لغرس بساتين النخل والكروم. الكروم هي العنب. نعم. ثالثا، تقرير عقيدة التوحيد والبعث والجزاء. وهذا هو المطلوب، تقرير عقيدة التوحيد
والبعث والجزاء، إذ الصور المكية تعالج هذه عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن الدار الآخرة حق. فهذه الآيات قبل هذه أثبتت النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأثبتت الدار الآخرة والمعاد. رابعا وأخيرا التنديد بالكبر والغرور حيث يفضيان بصاحبهما إلى الشرك والكفر. نعم، التنديد بالكفر والكبر كلاهما مرض من أصيب بهما لم ينجح، الكبر والكفر والتنديد بهما، فقد ندد الله تعالى بهذا الكافر بكفره وكبره والعياذ بالله. فلنجتنب الزلتين، لا نكفر بربنا ولا بما جاءنا عن نبينا، ولا نتكبر عن أحد منا ولا من غيرنا، دائما الاعتدال والرحمة والخيرية فينا.